اكتر الشكاوى اللي بتيجي اكيد في عنوان كبير للمرض العصر هنقوله. فايه اكتر الشكاوى اللي بتيجي من الخلافات الزوجيه اللي بتوصل للقصر؟ هي طبعا الخلافات الزوجيه لا شك لها اسباب متعدده. لكن في اسباب بيكثر دورانها في المجتمع. في المجتمع. وتحليلنا ودراستنا للمشكلات الاسريه بيوصلنا للسبب الاساسي. اللي هو؟ يعني بيبقى فيه سبب بيبقى فيه عارض موجود، بس فيه سبب اساسي لهذا العارض الموجود. رقم واحد من الاسباب المترتب عليها خلافات اسريه اختيار شريك الحياه. ده من الاصل بقى، من الاول بقى. رقم واحد. ايوه. رقم واحد. اختار غلط او اختار الغلط. اختار غلط. رساله من خلال حضرتك للام والاب. اختاروا صح. اختاروا لاولادكم صح. صح. رساله للام والاب، دربوا اولادكم من صغرهم على الاختيار السليم لكل الاشياء. ايوه. فلما هيجي يختار شريك الحياه هيختاروا صح، صح، لان ده اهم شيء في حياته. صح. علموا من صغره ان هو لما يجي يختار يختار الافضل والانسب. مش الافضل بس، ممكن يكون الافضل بس مش مناسب ليه. ممكن يكون الاعلى بس مش مناسب ليه. يختار الافضل والانسب. ايوه. اللي ينفع مناسب لظروفي. بالظبط. لذلك ده اللي بنترجمه في ايه؟ في الكفاءة. شرط الكفاءة. الكفاءة دي مناسبة مستوى البيئة، متناسب، الأحوال متماشية مع بعضها، قريبة من بعضها، الظروف البيئية قريبة من بعضها، الظروف التعليمية، المستوى التعليمي قريب من بعض، قريب من بعضه، ما يبقاش فيه تفاوت في المستوى التعليمي. مش عشان الزوج هيكون بيفهم والزوجه ما بتفهمش، او الزوجه بتفهم والزوج ما بيفهمش، لا، مش عشان كده. علشان ما يحصلش نوع من التعب النفسي لدى احد الطرفين في وقت من الاوقات، فيجد ان الطرف الاخر اعلى منه. دايما الناس تقول لك لا، ما انا هشده معايا، ما انا هرفعه معايا، ما انا هخليه كويس زيي. كتير بيحصل العكس. يروح الطرف الأقل في المستوى التعليمي أو الفكري أو الثقافي يحاول يهين الطرف الأعلى في المستوى التعليمي أو الثقافي أو الوظيفي أمام زملائه في العمل. وليكن طبيبة مثلا، أو طبيب، أو يعني أحيانا بيحصل، ودي جات مشكلات كتيرة جدا. أحدهم يروح يتعدى على زوجته في محل عملها بالضرب، ودي مشكلة اتعرضت كتير جدا. التعدي بالضرب. ليه؟ عايز يقلل منها، يقللها قدام زملائها، يقللها في المجتمع. انت شايفة نفسك ان انت مثلا اعلى مني بالمستوى التعليمي او بكالوريوس كذا اللي انت واخداه. طب انا هقل منك. طب هقل منك قدام المجتمع كله اللي انت يعني شايفة نفسك عليا قدامه. هي مش شايفة نفسها ولا حاجة، ده بتيجي مسكينة. بس هو شايفها في حتة تانية. شايف المجتمع بيروح لها مثلا في المستشفى، أو بيروح لها في العيادة الخاصة بها. ليها قيمة في المجتمع، ليها قيمة، وتقدم شيئا نافعا للمجتمع. أيوة. ولكن عشان هي حبت الشخص ده وارتبطت به عاطفيا في فترة من الفترات وتمسكت به ووقفت في وش أهلها، لا، هو ده اللي أنا هاخده. أيوة. ده اللي أنا عايز أتجوزه. وده اللي بيحصل في 90% من الحالات. في كتير. فإيه اللي يحصل في الآخر؟ النتاج أو النتيجة، أطفال خارجين مشوهين من أم أو أب في مستوى علمي عالي جدا، أو ثقافي عالي جدا، أو وظيفي عالي جدا، وهم يعني عارف يا دكتور، يعني أنا كنت هتكلم في المشاكل مشكلة مشكلة، وبعد كده حضرتك لخصت كل المشاكل في مشكلة واحدة، أهم واحدة. الاختيار الخاطئ فعلا. اختاروا صح. ده بعد التحليل للمشاكل. أيوة. يعني ممكن نكون الأسرة جايين يعرضوا مشكلة، بس وإحنا قاعدين نتكلم معاهم، وده واقع. يعني يمكن حضرتك زرتينا في مركز الأزهر العالمي للفتوى، شرفت طبعا، وشفتي بعض الحالات اللي موجودة. هم بيعرضوا مشكلة، لكن إحنا قاعدين من خلال عرضهم إحنا ما بنبصش على اللي هم بيعرضوه. انتوا بصوا، انتوا ازاي اخترتي كده، او ازاي اخترت كده. لأصل المشكلة، لأصل الحكاية. ليه؟ لأن فيه تفاوت في الطرح، في تفاوت في لغة الخطاب بين الاثنين. دي بتطرح بطريقة وده بيطرح بطريقة مختلفة. قد يكون هو أرقى في الطرح، وقد تكون هي أرقى في الطرح.
لازم يا جماعة نختار شريك الحياة المناسب.